لم يهنأ العراقيون بقرار رفع الحظر عن ملاعب العراق وإقامة المباريات على أرضه، فسرعان ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر من بغداد إلى عمان بسبب القصف الذي طال أربيل مؤخراً. قصف أربيل الذي تسبب بنقل المباراة استهدف منزلاً لمواطن كردي بحسب تصريح رسمي لرئيس لجنة تقصي الحقائق حاكم الزاملي، وبحسب معاينته الميدانية للمنزل بخلاف مزاعم وكالة فارس الإيرانية الرسمية. يعني من خلال تتوالنا في مكان الحادث، هو كان منزل لأحد العوائل العراقية وهو المستثمر الشيخ باز. إذن هو منزل لرجل أعمال كردي وليس مقرا إسرائيليا مستهدفا بقصف وصف بالدقيق كما قال الحرس الثوري الإيراني. العراقيون تفاعلوا مع هذه التصريحات بسخرية واسعة لدرجة أن بعضهم تلاعب بحروف أسماء فنانين ومشاهير عرب بطريقة تشبه في لفظها الأسماء الإسرائيلية لتبلع وسائل إعلام الميليشيات الطعم وتقع في الفخ بعد إعلانها مقتل شخصية افتراضية باسم هاني رمزي نسبة لصورة الفنان المصري الكوميدي هاني رمزي في فيلم أبو العربي. هاني رمزي كان ممثل في فيلم أبو الشهيد أبو العربي، زين. وفي صفحته اليوم نشر هاي الصورة اللي استخدمتها الوسائل الإعلام الإيرانية والمطبلين لهذا الموضوع في صفحته، يقول بأنه هذا ليس هاني رمزي الجاسوس الإسرائيلي وإنما هو الشهيد أبو العربي. قصف إيران لأربيل انتهاك سافر للسيادة العراقية التي يتبجح بها حكام الخضراء، وسابقة جديدة تدلل على عدم ثقة إيران بضربات وكلائها التي لطالما أصابت محيط الأهداف دون أن تلحق أضرارا بالأهداف نفسها، على الرغم من فشل إيران استخباراتيا في الضربة الصاروخية لأربيل وفقا لمحللين أمنيين.